لا طبعا هي اصلا كان وريث للعرش كان حكم السلطان، بس هو كان صغير فهي اخذت العرش وعملت قصه وقالت انا بنت الاله امون، امون اتجوز امي وخلف خلفني من امي، عشان كده انا ورثت العرش من امون ما ورثتوش من تحتمس الثاني، وبالعكس انا ابن الاله امون مش ابنه الاله امون. وبدات تعمل عن راجل تمثلها لكن راجل La statue ici, c'est pour toutes les histoires, le grand camion. Like temples and colossus. This is sandstone. This is black basalt. You can see from back here. This is the Nemes, and this is part of here of Ra. Ra is the main god in ancient time. Ra and the Amun, whatever made Amun Ra. They designed the لا كملك مش كمان. كل التماثيل ملهاش ولا لا ليها تماثيل يا سيدة. أنا قلت أغلب تماثيل لا ده من الحطب التالت هنا. هي بتقدم الكرابين للإله بتاعها وضع لابسة الرؤية اللي هي الدرس النمس أو الرأس الملكي